من الرياض مشاهدينا ينضم إلينا عبر الهاتف الإعلامي السعودي فياض الشمري. سيد فياض، أهلا بك معنا وكل عام وأنت بخير. أبرز القرارات التي اتخذتها المملكة لعودة الحياة تدريجيا إلى طبيعتها بعد إغلاق دام شهور بسبب تفشي فيروس كورونا. اهلا اخوي، ومسي عليك وكل عام وانتم بخير المشاهدين. طبعا الكل يعرف انه يعني البدايه كانت بتغيير اوقات السماح بالتجول في جميع مناطق المملكه، طبعا ما عدا مكه المكرمه، يصبح من الساعه 6 صباحا حتى 3 مساء. طبعا شملت القرارات السماح بالتنقل بين المناطق والمدن في المملكه بالسياره الخاصه اثناء طبعا فتره عدم منع التجول، اضافه الى استمرار عمل الانشطه المستثناه في القرارات السابقه طبعا اللي فتح بعض الانشطه الاقتصاديه والتجاريه وممارستها لاعمالها في فتره السماح. وطبعا تشمل محلات التجاره والجمله والتجزئه والمراكز التجاريه وطبعا الانشطه اللي لا زالت الحقيقه يعني لم تفتح في هذا الوقت تحديدا، هي طبعا صالونات التجميل والحلاقه والنوادي الرياضيه والمراكز الترفيهيه وايضا دور السينما. المرحله طبعا الثانيه او الثالثه باذن الله هي مهمه طبعا، واللي تبدا بالعوده للاوضاع الحياه الطبيعيه في جميع مناطق المملكه وتبدا في 29 شوال. نعم. وطبعا الحرص على التعليمات الاحترازيه و نعم سيد فياض، الأنشطة التي ذكرت والعودة إليها مجددا بعد هذه القرارات، هل هناك محاذير تم الحديث عنها حكوميا؟ طبعا المحاذير هي أن يكون هناك رقابة ذاتية من الشخص نفسه بحيث أنه يحترز ويحرص على الابتعاد حسب المسافة اللي يعني التحميل بإذن الله من انتقال العدوى. طبعا سمحت الدوله بانه ممارسه الرياضه في الاحياء وبشرط برضه الابتعاد عن بعض بحيث انه ما يحتك الشخص بالشخص الاخر الملاحقه التجاريه. كل هذا الحقيقه ياتي في سياق العوده التدريجيه باذن الله للحياه الطبيعيه في المملكه العربيه السعوديه. تعرف اخوي والكل يعرف انه الكثير من الدول ومن المملكه العربيه السعوديه يعني فتره طويله وهي يعني هناك حظر للكثير من الاشياء، وبالتالي يعني المواطن احتاج الى الحقيقه انه يتنفس احتاج، وهذا اعتقد انه تزامن باذن الله مع تقارير ومع عمل جبار قامت به وزاره الصحه السعوديه وهي تتواصل باستمرار مع الجهات الدوليه المعنيه، وايضا لديها جهاز الحقيقه يعمل بكفاءه عاليه سواء لاكتشاف الحالات والمعالجه او ايضا سيد فياض. ردة فعل السعوديين على هذه القرارات وإعادة الحياة مجددا إلى السعودية بشكل جزئي وبعد ذلك سيكون فتح كل المجالات كما كانت قبل الإغلاق. الحقيقة ردة الفعل السعوديين هي دائما واثقة بقيادتهم، واثقة في بلدهم، واثقة في رب العالمين أولا. لا شك أن اليوم الحقيقة كما تتابعون شبكات التواصل الاجتماعي تعج بالأفراح وتعج الحقيقة بالتفاؤل لمرحلة المقبلة، لذلك كان الفرح كبير خصوصا خبر عودة العودة إلى المساجد والصلاة فيها سواء في مختلف الأوقات. هذا الحقيقة أنت عارف المملكة العربية السعودية هي بلد إسلام، وبالتالي المجتمع السعودي دائما يعني لديه روحانية خاصة، وكما هو المسلمين أيضا في مختلف البلدان، ولكن في المملكة العربية السعودية بحكم الحرمين الشريفين، لذلك حقيقة فرح لا يوصف، وإن شاء الله يستمر هذا الفرح وأيضا تستمر الأفراح في الأوطان العربية للقضاء على هذا الوضع بإذن الله. إن شاء الله. الإعلامي السعودي فياض الشمري كنت معنا عبر الهاتف من الرياض، شكرا جزيلا لك.